أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، وهي تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأقول للجميع الكريم مرحبا في بيتي من بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. اجتماعنا اليوم حول شخص أكرمه الله سبحانه وتعالى وألهمه، وما التوفيق إلا بإذن الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه توكلت. بسم الله. هذا الشخص يعرفه الكثير، ساهم في بناء هذا المسجد بعد أن كان المصلون في الشتاء البارد يصلون خارج المسجد، وفي فصل الصيف يصلون في الحرارة، ولله الحمد والمنة إن منحنا هذا المسجد، أصبح اليوم الكل يصلي داخل المسجد، وذلك بفضل الله. وهذا العمل ليس يسير وليس فيه المصير، فيه جهد الكثيرين. وبما ان تكريم الشخص الحاج عيسى فهو تكريم لمن سببه في بناء هذا المسجد، اخواننا الذين طلبوا لنا من اخواننا الذين سبقونا في البناء، ولا تجعل في قلوبنا ربنا انك حاجة طالبة كان له الفضل الأول في بناء المسجد الزاوية الواحدة، وهو في عيادة الأموات، لكن لا ننسى له فضله. دمات ابن آدم حبيبي انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وهذه هي الصدقة الجارية. المسجد ما زال قديم، وكل من صلى وذكر الله سبحانه وتعالى ودخل من جدار صلاة وكذلك من شيد هذا المسجد الجديد، نسأل الله العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناته وحسنات بلده. فمن بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله مبشر له بالجنة. حق سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. قال القرطبي رحمه الله: قوله إنما يعمر مساجد الله دليل على أن شهادة عمار المساجد بالإيمان صحيحة. في حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان. ورواية مسلم عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحب أن يدعه على هيئتين، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن
بناء المسجد كان يناسبه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة.